الجيش الأمريكي أنه استهدف 5 قواعد في العراق وسوريا لحزب الله العراقي الموالي لإيران بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم بالصواريخ على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك. من ناحيتها أعلنت مصادر عراقية أن القصف استهدف مقر اللواء 45 التابع للحشد الشعبي الذي يضم حزب الله العراقي، مشيرة إلى أن هذا الهجوم استهدف مديرية الصواريخ والإسناد الثقيل ما أوقع 4 قتلى. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي دكتور علاء النشوع المحلل السياسي من أربيل. دكتور، عملية نوعية، عملية هي الأولى من نوعها، ما الذي تعكسه برأيك؟ نعم، شكرا جزيلا لك يا سيد الفاضل وللمشاهدين الكرام. بداية يعني تعتبر هذه الضربة ضربة استباقية عسكرية مباشرة من قبل القوات الأمريكية، وهي تعتبر الأولى من نوعها يعني حقيقة بعد مضي يعني 24 ساعة على ضربة كيوان في منطقة كركوك. حقيقة القوات الأمريكية الآن هي دخلت صراع مباشر وصراع ميداني شامل كامل مع كتائب حزب الله، لأنها تأكدت من أن الذي قام بالفعل قبل يوم هم كتائب حزب الله وبتوجيه مباشر من إيران. إيران لا تريد أن تدخل المواجهة المباشرة مع القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، فهي دفعت بميليشياتها والميليشيات الموالية لها في العراق بأن تقوم بهذه الضربة. وأعتقد أن الأمريكان الآن بدأوا في صراع مباشر مع الميليشيات الموالية لإيران بدافعين. الدافع الأول هو إخراج هذه الميليشيات في القوة، والدافع الثاني هو تحييد إيران أو إنهاء دور إيران في العراق. القصد هنا دكتور، وعذرا على المقاطعة، أنت تقصد بالحديث بأن الولايات المتحدة لن تتوقف عند هذا القصف، وإنما الآن فتحت صفحة جديدة لطالما حولت واشنطن تجنبها، ألا وهو دخول في صراع مباشر مع القوى المحسوبة على إيران في العراق. أستاذ، هو في كل الاعتبارات الآن أمريكا بدأت المناورة المباشرة مع إيران من خلال الميليشيات، لأن إيران إخراج إيران من العراق هو عن طريق ميليشيات يعني. فمتواجد بحدود 63 فصيل الآن موجودين في العراق هي موالية لإيران، فعليها القوات الأمريكية الآن ستكون في مواجهة مباشرة مع هذه الميليشيات بتوجيه إيراني، لأن الإيرانيين هم لا يستطيعون أن يخوضوا حربة مباشرة مع الولايات المتحدة، وأنت تعلم جيد أن مساحات القتال لا تسمح لإيران أو لا تسمح لها في أن تدخل في أي حرب مباشرة، كون أنها اقتصادها منهار وكون أنها هي منهارة سياسيا، وأعتقد العالم كله الآن هو متوجه ضد إيران. فإذا تشكل أي ائتلاف ضد إيران دولي، فإيران ستنتهي. دكتور، سؤال أخير وبعجالة لو سمحت. الآن رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي يريد أن يكون هناك اجتماع عاجل، حول ماذا سيكون هذا الاجتماع برأيك؟ أنت تعرف عادل عبد المهدي منذ بداية الاستلام السلطة هو كان يعني يريد أن يمنع يعني قيام أي صدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الفصائل على الأرض العراقية، ولكن باعتقادي حتى أن عادل عبد المهدي الآن قد يعني أي اجتماع لا يصلح ولا يمكن أن يكون حل بعد أن قامت الميليشيات بقتل الأمريكان في داخل العراق. وأعتقد أمريكا الآن لها السطوة الكبرى والقوة الكبرى المؤثرة والمواجهة وصلت على الساحة العراقية. وصلت الفكرة. شكرا. دكتور علاء النشوع المحلل السياسي، كنت معي عبر الخط الهاتفي من أربيل في العراق، شكرا جزيلا لك.